يعطيكم العافية، ونشكر الحكومة النمساوية على منحنا هاي الوقفة أمام البرلمان النمساوي. ثانيا، نحن كشباب سوريين عانينا من خطر حقيقي خلال فترة الحرب القائمة في سوريا علينا، فلجأنا إلى دول الاتحاد الأوروبي، فكانت وجهتنا هي النمسا، فلجأنا لهذه البلد لأنه هي بلد محايدة بعيدا عن الحروب، ونحن لأنه في خطر حقيقي على حياتنا لجأنا لهذه البلد لأنه بتصون الفرد وبتقدم له الحماية الكاملة. فأنا لما قدمت لجوء في هاي البلد ضليت فترة 6 شهور حصلت على الإقامة اللي هي الحماية السنوية، رفض اللجوء اللي هي سنة، فطعنت بالقرار، ضليت 9 شهور انتظر موعد من المحكمة، قانونيا 6 أشهر. فلما نروح اسأل ما كان في رد. سلبياتها أنه أنت بتعيش في بلد وعيالك في بلد تاني، يعني هلأ أغلب الشباب وأنا واحد منهم يعني عم بصير مشاكل في حياتنا، أغلب الناس عم بصير معهم مشاكل زوجية، يعني أولادك بطرف أنت بطرف، هون دائما شتريس ما عم تقدر، أنا عم بشتغل دائما بالي مشغول في عائلتي، عيالي في بلد تاني وأنا في بلد، يعني هذا الحكي عم يسبب يعني ضغط نفسي كبير كبير، احيانا بتعب كثير كثير، يعني احيانا بالشغل مطالبي بتوجه بطلب من الحكومه النمساوي انه تسهل موضوع اقامات، تمنح الناس الشعب السوري يعني الشباب السوريين منح حق اللجوء وإحضار عائلاتهم، لأنه هذا مطلب أساسي أسوة ببلاد الاتحاد الأوروبي. دولة النمسا ما قصرت معنا، مشكورة، قدمت لنا المساعدات ونحن اندمجنا في هذا المجتمع، ونحن هلق عم نشتغل ونوفي بواجباتنا تجاه الحكومة. فبنتمنى من وزير الداخلية، من السيد الرئيس، يعني ياخذ بالاعتبار هذا الموضوع على محمل الجد ويوفق وتسهيل الإجراءات ويوفق لمشمل الأسر في النمسا. ومشكورين قناة النمسا ميديا ولكل الشباب الإعلاميين اللي إجوا ليساعدونا لتوصيل صوتنا للحكومة النمساوية. مشكورين مشكورين.